سيد السلفيتي. طبعا سنعاود الاتصال بك، فقدنا الاتصال معه. يعني سيد البراوي، كنا نتحدث عن التدخل السياسي او نزاهة القانون الاوروبي وتحديدا القانون البريطاني الذي اصدر عدة مذكرات بحق قادة الكيان، ولكن حتى الان لم يمتثل اي من هؤلاء القادة امام القانون البريطاني او القانون الاوروبي. برأيك هل يمكن للقضاء للحكومة التنفيذية البريطانية ان تلغي قرار قضائي؟ الحكومة البريطانية أو أي حكومة يفترض أنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء، ولكن هناك مستويات من التدخل بطرق غير مباشرة تمارسها ربما الدولة. لكن في هذه الحالة لا أعتقد أن بريطانيا، وقد ذكر الناطق باسم الخارجية البريطانية أنهم غير معنيين بالتدخل بالقضاء، لكنهم معنيون بإيجاد السبل الكفيلة لتضمن محادثات بين القيادة السياسية البريطانية والقادة الإسرائيليون بشأن عملية السلام، بحجة أنهم يرعون عملية السلام. وكما تعلمين فإن توني بلير وهو رئيس الحكومة البريطانية السابقة هو من كلف من الرباعية الدولية لرعاية عملية السلام في فلسطين. لذلك الحجة هي المحادثات مع القادة الإسرائيليين، وبالتالي هنا المؤشر أو الخوف من أن إجراءات ما يتم الترتيب لها والتحضير لها لكي يتم تعديل القوانين التي تسمح لبريطانيا بمحاكمة مجرمي الحرب عندما يتواجدون على أرضها. وللأسف الشديد لقد نجحت إسرائيل في ضغطها على بعض الدول، وخاصة يعني أقرب مثال هو إسبانيا، حيث أنها استطاعت أن تغير القوانين فتصبح إسبانيا كدولة لا تستطيع محاكمة مجرمي الحرب إذا جاءوا على أرضها لأنهم ليسوا إسبانيين، أي أنها تحاكم فقط الإسبانيين. في بريطانيا عملية التغيير عملية ليست سهلة، عملية قد تأخذ وقتا طويلا، وبالتالي ما زالت الفرصة قائمة أمام نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني أن تستمر في جهودها، وكذلك المحامين الذين يدافعون عن الحقوق وعن العدالة أن يستمروا في هذه الجهود من أجل جلب قادة الحرب الإسرائيليين ومجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم لمحاكمتهم محاكمة عادلة. طيب أرجو يعني أن تبقى معي السيد البيراوي. أنتقل إلى السيد السلفيتي. سيد السلفيتي، يعني أكرر السؤال، وفقا للقانون البريطاني لا يمكن إصدار أي مذكرة اعتقال لأي شخص إلا إذا كان متواجدا على الأراضي البريطانية، هل هذا يعني بأن ليفني كانت موجودة هناك وبالتالي هذا يتنافى مع خبر تأجيلها للزيارة؟ أولا مساء الخير سيدتي، أعتقد أن هناك لغط واضح بهذا الموضوع تماما. أنا يعني أول من يؤيد أن يتم إصدار مذكرات اعتقال لكل المسؤولين الإسرائيليين والقيادات العسكرية الإسرائيلية، ولكن ما ورد بالأخبار غير دقيق، ولا أعتقد تماما أن الإجراء القانوني في بريطانيا يعطي الحق للقضاء البريطاني أن يصدر مذكرات اعتقال على طلب من الجمهور. هذا الشيء حتما غير دقيق في القانون البريطاني. فالإجراء الرسمي أن يتقدم الحق العام للمحكمة للقاضي في المحاكم الجنائية طالبا توقيف أي شخص ما. أما بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم تحت ما يسمى القانون الكوني الذي هو بدائي إلى حد كبير في بريطانيا، فهذا أيضا لا يعطي الحق للجمهور أن يتوجه إلى يعني قاضي من الدرجة الأولى ويعطي مذكرة بهذه الأهمية دون العودة إلى النائب العام. هناك إجراء واضح بالنسبة لهذه الممارسات أو الإجراءات القانونية أن يتوجه أي عضو من الجمهور أو المؤسسات أو المنظمات إلى النائب العام البريطاني الذي ينظر في مدى أهمية هذه القضية وضرورة فتح ملف للتحقيق في هذا الموضوع، لأن المشتكي ممكن أن يكون يتبلى على هذا الشخص أو ذاك. ومن ثم النائب العام يعطي الإشارة الضوء الأخضر لجهة التحقيق، يعني الشرطة البريطانية للبدء بالتحقيق. أما ما نراه هنا فهي حقيقة بلالين هواء ساخن ليس لها قيمة. يعني شهدنا في بريطانيا على 4 ممارسات كل يعني استعمال دعائي للوصول إلى مجرم الحرب الإسرائيليين، ولكن نحن يكون الإجراء صحيح. هناك إجراء واحد فقط
تم استخدامه مرة أعتقد لضد جنرال إسرائيلي اسمه أولموك. نعم. الذي وصل إلى بريطانيا على متن طائرة العائلة الإسرائيلية، والذي أبقي عليه بالطائرة وعادته إلى تل أبيب بناء على تسريب إما من جهات حكومية بريطانية أو من جهات استخباراتية بريطانية. هذه كانت التجربة الوحيدة، وليست كانت فقط مذكرة اعتقال، بل كانت بناء على شك وملفات قدمت إلى جهة النائب العام. نعم. والذي تأكد من هذا الشخص كان فعلا مشترك بجرائم حرب. يعني إذا لا قيمة سيد السلفيتي لهذه المذكرة، لا قيمة. نعم. لا مفاعيل قانونية لهذه المذكرة. ليس لا أعتقد أن لا قيمة. أنا أعتقد وزارة العدل يعني صرحت الأمس بأنهم لم يستلموا أي شكوى، وليسوا على علم بأنه تم إصدار هكذا مذكرة. وهذا الملفت للنظر، يعني ليس أن المسألة أنه ليس هناك قيمة، بل نحن يعني أنا أشكك بإن كانت هناك مذكرة بالأساس. نعم. يعني من هي الجهة التي تقدمت بهذه المذكرة؟ لماذا تقول وزارة العدالة البريطانية بأنهم لم يستلموا أي شكوى وليسوا على علم بهذا الشيء؟ وإذا قرأت التركيز بالأساس كان من الصحافة العربية، والتسريب من التسريب كان أو التغطية كانت بالبدء من الإعلام العربي. طيب. الإجراء غير متكافئ، توجه السياسي، ويجب أن نتذكر أن إذا كان النائب العام هو من يعطي الإشارة للبدء بالتحقيق ضد أي مجرم حرب، فهذا قرار سياسي. ويجب أن نتذكر أن براون ضم صوته تأييدا إلى إسرائيل قبل أسبوعين عندما انضم لأصدقاء إسرائيل بشكل علني، فالتوجه الحكومة البريطاني هو تأييدا لإسرائيل وليس دعما أو تعاطفا مع الفلسطينيين. وبالتالي أنا أرى تناقض بأنه يعني قبل أسبوعين توجه وزير الداخلية ورئيس الوزراء البريطاني براون بتأييد إسرائيل بشكل علني، أما الآن فهو يحرك ملف من يعني أكثر الملفات سخونة. نعم. وهو محاكمة إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين بجرائم الحرب. نعم. أشكرك عبر الهاتف من لندن الخبير في القانون الدولي المحامي أمجد السلفيتي على هذه المعلومات. وأنتقل إلى الدكتور المدهون، يعني ماذا يمكن أن يقال بعدما طبعا سمعت السيد أمجد السلفيتي، يعني هو يشك بوجود أصلا وجود مذكرة توقيف في ظل معلومات تقول ومؤكدة بأن وزارة العدل ليست على علم بأي معلومة يعني وبأي شيء حول هذه المذكرة. يعني أنا مع الاحترام بما تفضل به الأستاذ السلفيتي في هذا الإطار، لابد من التأكيد على أن ما قامت به دولة الاحتلال خلال 48 ساعة الماضية يؤكد أن هناك شيئا حصل في لندن، بدلالة أن هناك احتجاج وطلب للسفير البريطاني. كل هذه الأمور لم تقوم بها دولة الاحتلال إلا بناء على معلومات أكيدة أن تسيبي ليدني كانت على وشك أن تعتقل ويلقى عليها القبض، وأنا أؤكد أن تسيبي ليدني كانت موجودة في لندن وتم تهريبها. أنا يعني أنا لا أريد أن أجزم، ولكن هذا كلام بما يدور في الحلبة السياسية الإسرائيلية يدل على أن تسيبي ليدني كانت على وشك أن يتم إلقاء القبض عليها ومحاكمتها وفقا للأصول. ولكن مع احترامي ولكن هذا يعتبر خلقا واضحا على المستوى السياسي. اذا صحت هذه المعلومات لن يسيطر على القضاء البريطاني. اذا صحت هذه المعلومات الا يعتبر هذا الامر خرقا واضحا لالتزامات بريطانيا الدوليه، ولا يمكن تبريرها باي شكل من الاشكال؟